سلام حبيباتي، جيسبر تكونوا كامل بيان. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، بون اليوم غادي نديرو مع بعض هذا اللوك اللي باغي تشوف كيفاش خدمته. تكمل معايا لا فيديو. من بالات ريفولوشن ديت اللون تدريجيا بفرشاة دمج من زويفا، حطيتها تحت عظمة الحاجب كلون انتقالي باش ندفي بيه منطقة الكريس. بعد عوديت فرشاة واحدة اخرى، درت كل ميلونج بين اللون الاسود واللون البني الغامق. بعد ما حطيت اللون دمجته بفرشاة واحدة اخرى صغيرة. بعد ما كملت دمج ديت بانسو بلا شوية درماكول، حطت بيه المنطقة اللي غادي ندير فيها فار بوبيير اللي فيه لمعة. بعد ما كملت التحديد ديت بيوتي بلندر ستومبيته شوية. وقبل ما ندي اللون اللي فيه لمعة بيان سور رشي شويه بانسو تاعك فيكساتور وبدي تحطي فيه باش يجي بيغمونتي شويه. كما راكم تشوفوا كملت كامل المنطقه. تدي اي فرشاة تكون شاده روحها، ماشي فرشاة دمج، تحطي بها اللون الاسود ولا البني الغامق ولا اي كولور بغيتيها في نهاية العين. بعد ما حطيت بديك الفرشاة عاودت ديت الفرشاة الصغيرة تاع الدمج وبديت ندمج في اللون اللي حطيته الأسود. بعد ديت البانسو اللي جاي كالريشة وحطت بها منطقة الكسرة، ديت شوية لاكول تاع لي فوسيل يعني ما تخافوش. ما تخافوش يعني ما دير والو، تخلوها شوية تنشف من بعد تحطي الجليتر. بون هاد الايطاب نجمو تستغنوا عليها ليفي، يعني ماشي اوبليجي، نجمو تخلو اللوك سامبل. ديت لاكول نيكس تاع الجليتر وزحت على كامل المنطقه اللي باغي نحط فيها الجليتر واستعملت. ودي بريفيرونس ليفي تستعملوه لي يكون غليتور بودر بالبانسو تاع الدمج. من بعد ما كملت وحطيت الغليتور تاعي وبلاصيت مي فوسيل، ديت لو جيل ايلاينر من فارماسي بانسو تاع زويفا سبيسيالمون بور الينير ورسمت مدمع العين ابان. باش يعطي سحبة للعين. من بعد ما كملت العين غادي نحط لو برايمر تاع لوريال انفيليبل. بون لي في اللي عندها لابو غراس ايفيتي ما تضغطيش لابو تاعها، دير سالمون لو برايمر ماتيفاينغ وتحط لو فون دو تان تاعها. ودي بريفيرونس تخلي البرايمر تاعك ينشف شويه، كي تتلمسيه وتشوفيه كي شغل راه يتلصق تما سي بون ابليكي لو فون دو تان تاعك. بون لو طون البرايمر تاعي ينشف، درت خليط ما بين اللونين هادو اللي فيهم لمعه وحطيتهم كهايلايت تحت العظمه تاع الحاجب. قبل ما نحط الفون دو تان، بون اللي تكون عندها لي سيرن يكون عندها تصبغات لي طاش في وجهها تستعمل اي كونتور عندك. انا استعملت باليت ماكس فاكتور، ديت اللون البرتقالي وغطيت كامل المناطق اللي راني باغي نغطيها. بعد ما
ما دمجت الكونتور اللي درته كخافي عيوب، حطيت الفوندوتان اللي دائما نخدم بيه كيكو ودمجته بيان. ديت انتيسان تاع مايبلين نيميرو 8 حطيتها في المناطق اللي راني باغيه تكون فيهم اضاءه، يعني كامل البلايص اللي حطيت فيهم دروك الانتيسان هذوك هما البلايص اللي لازم يكونوا ضاويين في الوجه. وحددت الملامح التاوعي بالكونتور تاع ماكس فاكتور، يعني كونتور خفيف ما درتهش فونسي بزاف باسكو ديجا راني دايره مكياج شويه ثقيل. دونك لي بغات ايفيتي دي سالمون لو برونزر. بعد ما كملت الكونتور تاعي غادي ندير البرونزور وندير في البلايص اللي حطيت فيهم الكونتور. دونك اللي بغات الايطاب تاع الكونتور تقلعه دير سالمون هاد الايطاب. بعد تدي اي كريون عندك يكون بلون ولا بيج ديريه باش تكبري به العين. بعد ديت لا كومباكت باودر تاعي تاع نوت نيميرو 3 فيكسيت بها كامل الوجه. بون لي وجهها مزيت هاد الايطاب لي تكثري شويه، يعني تفيكسي بيان لو فون دو تان. بعديت الهايلايتر تاعي لا كولور بلون، استعملتها في المناطق اللي يجي فيهم الاضاءه. بون انت تنجمي تكتفي غير بالعظمه تاع الخد، يعني تبرزي غير العظمه تاع الخد والبلايص الاخرين ما ديريش فيهم. دونك لو شوارع عندك تاني. على فان بلا ما تنسي الفيكساتور، بون نصيحة لي في كاين 3 موديل تاع الفيكساتور، كاين فيكساتور ماتيفاينغ يعني لابو غراس، وكاين لي فيه شوية تاع لمعة للابو سيش، وكاين سيلمون يفيكسي لك لو ماكياج. دونك هذا كيجي كاع لي تيب دو بو هكا باش يكون على بالكم. يعني اوليو لي تشري باغ اكزومبل كاين لي لابو تاعها تتبدل، تشري خطرة تاع لابو غراس خطرة تاع لاخر، شري ديريكتومون لي جي كاع لي تيب دو بو. اي فوالا فوالا لي في، هذا هو لوك فينال، جيسبيغ يكون عجبكم. بون جي هالولا راني خدمتها في الفيسبوك في لو لايف، لي باغي تدخل تشوف حط لكم لو لين تاعها في خانة الوصف. وما تنسوش تبارطاجو جام ولا جديدة معايا في لاباج نقولها مرحبا بيك. اي غون بيزو، باي باي.